فاحنا عايزين نعرف برضو الفرص الفرص. بص زعل ازاي ليه؟ طب افتكر فقد النادي الاهلي فرصه تلعب في النادي الاهلي. كابتن يحيى ولا ايه الموضوع؟ في ايه الموضوع اصلا؟ ايام الاختبارات كنا صغيرين وكان في ولد زميلي كان بنلعب في مدرسه قدام مدرسه ثانوي اسمها التوفيقيه، كنا بننزل نلعب فيها، فيها ملعب كوره كبير. مدرسه التوفيقيه في شارع شبرا. التوفيقيه في شارع شبرا طبعا. كان كان فيها ملعب قانوني. ملعب قانوني كبير. كنا بننزل نلعب. الولد صاحبي ده كان بيقول لي انا رحت اختبارات السكه الحديد واختبرت وما اعرفش ايه وتعالى معايا وبتاع. فرحت. فكان عندك كام سنه ساعتها؟ كان عندي 14 سنه. 14. رحت ساعتها وكان ايامها بقى ايه ممكن يمضي في اي وقت. الولد اللي انا طفل بالنسبه لهم ممضي ومضيتي تمشي. مش ولي الامر مش يعني. ولي الامر. كان زمان. قعدت اسبوع وأما مضيني على استمارات ولا ما اعرفش حاجه. ما قريتهاش يا كابتن يحيى؟ انا طفل صغير 14 سنه. امضي امضي خلاص. قال لك فبعد كده حصل اختبارات في النادي الاهلي. رحت النادي الاهلي. نفس السنه برضه. الكابتن مصطفى حسين كان موجود، هو اللي كان بيختبر. وكان في شاكر عباده، الكابتن شاكر عباده موجود هو في المنطقه. في المنطقه بنادي بالصحه. فكان بيتفرجوا علينا وبتاع، فقال لي تعالى انت، تعالى انت، روح انت اكتب استماره. على كابتن شاكر. كابتن شاكر عباده. وانا فاكر في اليوم ده كان كابتن مصطفى حسين قاعد تحت الشمسيه على خط اللاين، وكان معاه الكابتن عبد الوهاب الشافي. المهم رحت، فانا اداني استماره، فبيقول لي اكتب وامضي وبتاع، قعد يسال. قلت له انا مضي واحده زي دي مسك عين، انا مش عارف حاجه. قال له استنى استنى يا كابتن مصطفى، ده يحيى ده مضي في السكه الحديد. قال له طب اجري جري شوف المنطقه بكره. اتاري التسجيل كان ايامها في اي وقت، خد الاستماره راح سجلها على طول. مش وقت، مش مده، مفيش مده محدده زي دلوقتي. راحت بقى. قعدت في النادي الاهلي بالظبط سنتين اتدرب، وبعدين اتفق كابتن مصطفى حسين. يعني انت ماضي في السكه واتدربت في النادي سنتين في النادي الاهلي. بقى الكابتن مصطفى حسين رحمه الله عليه قال لهم ايه لما جم بتوع السكه بقى يكلموا، كان في عمر احمد كان محرر في الجمهوريه، قال لهم طب يجي يلعب عندنا الدوري. انا كنت صغير، كان بقت عندي 14 سنه 15، يلعب عندنا الدوري. قال له بس يتدرب عندنا ويلعب لكم الدوري. كان الكلام ده 68 69 يعني. فحصل رحت بقيت العب، وحصل النهائي بين الاهلي والسكه. النهائي في ارض الترسانه، وانا في اوضه اللبس جوه. المفروض تلعب مع السكه المقاعد فيها. لا انا وعايز العب مع الاهلي طبعا. انت قلع الفانيلا ومستخبي منهم، وجريت قعدت في الثالثه ورا الجون عشان محدش يدور عليا، عشان ما تنزلش تلعب معاهم. عشان ما تلعبش مع السكه ضد النادي الاهلي. وحصل بعد كده بقى طلبت الاستغناء حسب الاتفاق مع الكابتن مصطفى، انكروا الكلام ده. ما بتحكي وانت حزين. ما استمتعتش في نادي السكه الحديد. حضرتك بتقول تحت الهوا انه اللي ما لعبش في النادي الاهلي ما لعبش في اي نادي. نادي الاهلي حاجه ثانيه. ريحه النجيله بتاعته. احنا كنا بنحسها واحنا صغيرين فعلا. صح فعلا واحنا صغيرين واحنا ناشئين. كابتن فتحي نصير برضه كان قاعد معانا، كابتن فتحي نصير ربنا يديله الصحه. صح. وكان معانا كتير حتى في الثانويه الرياضيه. السكه الحديد ما دخلونيش فيها. الثانويه الرياضيه كانت الاهلي والزمالك هم اللي كانوا بيدخلوهم وبتاع. قالوا لهم هاتوا الاستغلال وندخلوه لكم الثانويه الرياضيه. ما دخلتش. مين اللي وقف الموضوع ده بتاع الاستغلال؟ تذكر؟ طبعا باشمهندس ابو ليلى فرحات رئيس امين المسابقات، بس ما شفتش يوم كويس. حضرتك مش عارف كابتن محمود وساله بجد ولا بتفكره عشان عارف الحكايه دي؟ لا هو واضح جدا انه كان نفسه يبقى موجود في النادي. ايوه لا ما هو اصلا بالعشره بقى دي كانت يعني واضح. حضرتك اتأثرت جدا انه ما بقاش. بص بيحكي وهو بيبقى حزين. بص الحزن على اصل النادي الانديه دي يعني انت لما تقعد سنتين بتتدرب في النادي الاهلي وجه عليك لعيبه كتيره يعني ما علينا، فتتنقل بعد كده تروح تضحك عليك وتروح للسكه الحديد. يعني مساله جامده جدا في مسافه. طب بعد كده حضرتك ما حاولتش انك مفيش استغناءات ساعتها كانت الايام استغناءات. مفيش استغناءات. انت تمضي لحد ما تبطل. لغايه ما تبطل خلاص مفيش بقى اللي هو مفيش بقى عقد. كابتن مجدي كامل كان احسن لعيب في مصر، خدوه. شوف بقى حبه للنادي السكه الحديد عكسي بقى.
لما الاسماعيلي خده بدوره افريقيا 69 عثمان بيه قال له ايه يا مجدي بعد الدوره؟ قال له انت الاستغنى بتاعتك معانا ممكن تقعد في الاسماعيلي، احنا عايزينك وبتاع. قال له انا عايز ارجع للنادي بتاعي. ورجع الكابتن مجدي كامل النادي وطلعنا سنه دوري ممتاز سنه 74. ده السنه اللي راح اللي صعد فيها السكه الحديد للدوري الممتاز. لا وصعدنا سنه 80 81. كابتن مجدي كامل كان... ده كان قائد وموجه وقدوه طبعا. الجيل بتاع الكابتن مجدي كامل اللي سمعني عارفين مين الكابتن مجدي كامل. طبعا الكابتن ازاز كان هاي برضه من السردبكات كويسه جدا، كان في مجموعه لعيبه كويسه مجموعه صراحة. مختلفه من الاول. لكن احنا كسكه حديد امكانياتنا لازم تبقى انت تعتمد على الناشئين، مش هتقدر تتنافس مع الانديه والمبالغ وال9 مليون وال15 مليون. منين الكلام؟ لا الارقام دي طبعا صعبه على حضرتك. اعتزلت وحضرتك عندك كم سنه يا كابتن يحيى؟